زينة اتركني أوس، أنا أخذت قراري، إذا ما انتحرت اليوم بدي انتحر بكرة، بدي انتحر. زينة هدي حالك. لا عاد تفكري بهيك شيء أبدا، ما حدا فيكم رح يقدر يمنعني، ما حدا، أنا بدي موت حالي وارتاح، أنا ما بدي أعيش. بكفي بقى. طيب وأنا؟ ما لي خاطر عندك؟ معناتها يلا انقذني. شلون؟ انت الوحيد اللي بيفهمني أوس، بس انت، انت بس بتقدر تنقذني. ساعدني أوس ولا ما بعيش، ما بعيش. طلعي فيني، اسمعيني، تجوزني، تجوزني أوس. استني شوي، صدقيني لازم احكي معك بموضوع ضروري. اسمعيني عمران، حاجتك بقى بعد عن سينا وإلا وإلا رح أقول لكل العيلة إنك خطفت سينا، بعدين ما بعرف إني شو بسوي فيك. مانك شايف سينا متعبانة؟ ألو فاروق، شو في؟ ألو تيمة، أخذنا قرارنا، جايين على الضيعة. رفاه خجلاني بس ما في عنا حل تاني، لازم نحكي مع أبوك. فاروق خلص رفاه، لا تقلقي، تيمة ما رح تقول شي. شو في فاروق؟ اسمعي تيمة، عندي رفيق بالضيعة وحكيت معه، رح نضل قاعدين ببيته، ما بدنا أمك وأبوك يعرفوا بهالشي أبدا، اتفقنا؟ رفاه خايف كتير من أبوك. بس أبي تغير كتير. ما عم تقتنع بهالحكي. على كل، بس حتى نوصل على الضيعة منقرر حسب الوضع. ماشي، توصلوا بالسلام. وأنتو شو بكون؟ شو بصير لو حكينا مع بابا شوي؟ أهلا وسهلا يا أولاد، ما رحتي على بيتي؟ عليا، ما بصير هيك. طيب شو ذنب حماتك؟ المسكينة بدها شي حدا يواسيها. انتي شايفة وضعها، لازم تكوني جنبها، إذا كنتي جنبها رح ترتاح شوي وتفرح فيكم. يلا بنتي لا تضايقي، مو وقت هالشي، مو مشان جوزك، انتي روحي مشان حماتك. بعدين بنت حماكي سينا بدها مين يواسيها بهمومها ويوقف معها. الإنسان لازم يبين عطفه ومساعدته بهيك موقف. يمكن معك حق. لك شبك يا كأنه خربت الدنيا، أي روح وشو يعني؟ بعدين بصراحة أنا ما ارتحت لهاد إسماعيل بنوب. اسمعيني، عندي بشارة. شو هي؟ في شاب بده يخطب سينا. الشبنة يا ليش أنت حاملة سلم بالعرض؟ قولي إن شاء الله خير. حليمة، أنت جاي لحتى تتمسخري علي؟ مين بيطلب بنت فسخة خطبتها مرتين؟ بس صدقيني إنه في حدا وبعتوا معي خبر. تتخيلي مين؟ مين؟ عدنان ابن ملاحت. عدنان؟ بس في عنده أولاد وأرمل كمان. إيشو فيه يعني؟ أولاده بيجننوا. لا ما بيشكي من شي، الرجال صار ضابط. وين رح تلاقي مثل هيك رجال بهالأيام؟ معناتها اسمعي، رح أقلن ما يجوا لعندكن.
عمري اشتقنا لك كثير. قلبي عليا تعي لهون يا بنتي. فكرة مو بالبيت وسالم راح ليودع أخوه عادل. يلا فوتوا يلا 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 فوتوا. صوت أبي شغل لي بالي كتير وأنا ما كنت رحت، لأنه قال لي بالتليفون أنه بجوز ما يرجع لهون أبدا، وبده يقول لي وصيته الأخيرة قبل الموت لازم يكون جنبه. هو قال لي بالتليفون أنه بده واحد من بيناتنا يكون جنبه هنيك، وأنا لاقي أن الشخص المناسب لحتى أتحمل هالسفرة. إذا صار شي رح خبركم فورا. بوصلنا أبي وسلملنا عليه. تكرم أخي، تعرفوا أنه أنا مبسوط كتير، فضله رح أشوف هالأرض المباركة. حتى بجوز فاجئكم كتير وتلاقوني مع أبي بعد أسبوع هون إن شاء الله. يلا لا تزعل كتير، رح يتأخر عرسك بس إذا رجعنا رح نحتفل فيكم إن شاء الله. خير بابا. أوس ابني، كنت رح تقلي شي؟ ايه بابا. لا تاكل هم، تروح وترجع بالسلامة. سامحني يا ابني. مسامح. الله يرضى عليك. عمي ترجع بالسلامة. ان شاء الله موفق. سلم لي على جدي، خبره عمران تغير كتير، كل شي تمام. لا يقلق، أنا لهالعيلة بفديها بروحي. تمام عمي؟ تكرم عينك عمران. علوان الله معك يا حبيبي. شكرا لك علوان. مع السلامة. مع السلامة بابا. الله معك. حبيبي وحيد. تفضل عمي سلم لنا. أنا خايف، أنا خايف كثير. دير بالك عليه. لا تقلق. مع السلامة. افترض كل شيء مثل حلم. يلا مع السلامة. انت بالحلم بعدين بتفيق. الله معك. مين الضحية؟ مع السلامة. ولمين الضحية؟ اللي فيك تجاوبني على هالسؤال يا حبيب قلبي. هالضحية ما بتصير من دون حلم. وأنا بقول اللي بيشوف الضحية بالحلم حتى إذا نامت عيونه راح تضل بالقلب. يلا خلونا نمشي. يلي بيفكر إنه فايق وهو بالأساس نايم، شو راح يصير له؟ راح يلاقي كل شيء خطأ خطأ، حتى تضحية خطأ. سينم همي الكبير، والله خايفة يصير شيء على بنتي. بسألها شو همك؟ ليش فسختي الخطبة؟ بس ما بتقلي أي شيء. يا ويلي، ايه شغلة سهلة. اسمعي، بتعرفي شكران فتاحة الفال؟ منشوفها عندها الحل، بيقولوا لكل داء دواء. أكيد عندها دواء لسينم. ايه على الأقل منعرف مشكلتها. ما بصير مرت عمي، شغلة الفال حرام، ما بتجوز أبدا. دخيلك شو فيها؟ الكل عم يشوفوا الفال. ايه ما في حرام بهالشي. سكينة، لحتى تريحي راسك افتحي فالك وعرفي، وإن شاء الله بتكون الأمور كلها خير. انتي وحدة كذابة كذابة. وانتي غيورة ما بتتحملي لأني أنا أشطر منك بكتير. لا انتي وحدة كذابة. أنا بورجيكي عم تقولي أنا كذابة؟ بكفي بقى، شو عم بتساوي؟ عم تقول إني كذابة. ايه لأنها كذابة. قال لي الأستاذ يعقوب برافو عليكي لأنه عجبه شعري وهي غيرانة مني. يا بنات، معقول مشان هيك؟ ما بيصير بنوب، نحنا ما حكينا بهالشي بالصف. الأستاذ بيحبكن انتو التنتين، فهمتوا؟ يعني مبسوط منكم وبشوفكم انتو التنتين شاطرين مثل بعض. يلا لشوف، تعالوا لنحل مشكلتكم الكبيرة. يلا يروح ويرجع بالسلامة. تسلم عمي. يرجع بالسلامة إن شاء الله. يلا سالم. شكرا عمو. يلا بشوفك عمران. بعد إذنك فكرت. ماشي أوس. ايه ابن العم عم بسمعك. مبارح قلت لي شي وانت سكران، تتذكر منيح شو قلت؟ ما كنت سكران.
يعني كنت قاصد اللي قلته؟ ايه دائماً. السبب الوحيد اللي بيركدني ورا سينا مثل المجنون اني عن جد بدي اتجوزها انا مو غيري، فهمتني دكتور؟ ما بسمح لحدا يفرقنا مين ما كان. انا جدي بهالموضوع وانا جاهز لأتقبلها بكل حالاتها، حتى لو انخطبت من غيري وفسخت، لو اتجوزت واتطلقت، حتى لو كان عندها اولاد، سينا مالي وبس، لأنه مزروعة جوا براسي. هذا ما بينوثق فيه. فكرات ليش سكرت موبايلها؟ شو هذا اللي عم تساووه؟ مو انتو رفقات؟ وبتضلوا مع بعض؟ انتو مثل الاخوة مزبوط؟ مزبوط انسي. ايه انسي. هلا عم تتهموا بعضكم بالكذب وعم تتخانقوا، فهموني شو السبب؟ لانكم بتحبوا استاذكم مو هيك؟ مزبوط؟ بتتخانقوا مشان حب وبتكذبوا على بعضكم؟ معقول هالشي؟ انا ما عجبني هالشي ابدا منكم. اذا شافكم استاذكم يعقوب رح يزعل، انتو بدكم اياه يزعل منكم؟ لا انسي، انا بحب الاستاذ يعقوب كتير، وانا لانه بيحبني مثل المرحوم ابي، وهو بيحبني انا مثل المرحوم اخي. وانتو هلا بسبب هالمحبه البريئه عم تتخانقوا مع بعض مو هيك؟ يلا لشوف تعتذروا من بعضكم قدامي. يلا. انا اسفه كتير. وانا كمان بعتذر. نحن بنتشكرك انسي سينا. وهلا يلا طلعوا لشوف على الفرصه. سينا شو اللي عملتي؟ بتقولي للصغار بس؟ طيب تيما مو كمان رفيقتك؟ يلي عملتي بتيما وكمان بأوس مو متل شغلة الولاد هدول؟ بلكي فرقنا أبي. رفا أنت عم تخافي من دون سبب. تيما قالت لي ما في أي مشاكل وكل شيء تمام، حتى أنه أبوك وافق يزوج تيما وأوس، يعني نحن ما رح يعارضنا. لا تقلقي، منروح على بيت رفيقي ومنضل عنده أسبوع ورح تشوفي. أنت مصعبة الأمور وقلقاني على الفاضي. قديش ضلنا نوصل؟ يعني مو كتير. فاروق وقت راسك رفاق. سينا تفضلي فوتي. عادي هون. كنتي تيجي لعندي كتير، صار لك فترة ما مريتي. شوفي معك حق. آسفة تيما زعجتك كتير بسببي أنا، والله ما بعرف شو بدي قلك. طيب أنا جيت لقلك شغلة مهمة. نعم عم اسمعك. اسمعي سينا، بتعرفي وين خاتم الخطبة اللي كان بإصبعي؟ مع أوس. انتي السبب بهالشي. بكفي بقى سينا، لهون وبس، بعدي عن طريقنا.
حلي بقى عن أوس، بترجاكي لا تظلمينا معك. أنا ما بدي أزعل بسببك أكتر، بحب أوس كتير، حتى أني ما بفكر بالحياة من دون أوس. كنا رح نفترق بسببك أنتي، بس هلأ علاقتنا منيحة، ما بدي تعكري سعادتنا، عم تفهمي؟ تيمة ليكي أنا تمام. أوس شاب محترم ونيته صافي، ما بيتمنى غير الخير وما في بقلبه ذرة شر، شهمه مستقيم. وانتي إذا رح تضلي هيك تحومي حوالين أوس على طول، صدقيني رح تلاقيني بوشك، فهمتي؟ بوشك. لا لا أوس إلي يا سينا، إلي، أنا خطيبته، رح نتزوج عن قريب، رح نعمل عرس، حلي عنا بقى، لا توقفي بطريق سعادتنا، وإذا عندك شي مشكلة روحي حليها لحالك، أنتي أنسة، وعقلك براسك، لازم تبعدي عنا، شو ما بدك ساوي بس بعدي عنه، فهمتي؟ بعدي عنه. تيمة رجاء أنا آسفة، أنا آسفة. سينام، بنتي عليا. نعم مرت عمي. خليكي كمان، لوين رايحة؟ لا ما في داعي، تعرفي ما بدي شوف فكرات. يا بنتي ايه انت رح توقفي هالعناد هاد؟ يلا يا أولاد امشوا. امي خلينا نضل كمان، منروح بعدين ماما، بترجاكي ماما. طيب بس لا تتأخروا. يلا يلا أخي تعالي، فوتوا لشوف، يلا بسرعة يلا. خلصينا رح نتأخر يلا. لا حليمة، أنا ما بحب هالقصص بنوب، ما برتاح لها وماني حابة أخذ ذنب. معقول هالكلام يعني؟ بعدين ما رح نشوف فعلك، وعلى فكرة شكران شاطرة كتير. ها ليكي، جبت منديل تيمة معي، معك شي بخصينا؟ جبت بكلتها. بتشوفي شكران بس تشوفها رح تعرف مشكلة سينا مدغري، صدقيني هالمرة شاطرة كتير. يلا امشي، طلعنا ما بصير نرجع على البيت، يلا امشي بقى. طيب ماشي. يلا يلا نرجس، شو منلحقهم؟ سينا اسمعيني، الموضوع كتير مهم لك. أنا اسمعيني، أنا الوحيد اللي بقدر ساعدك، وأنا طريق خلاصك الوحيد، صدقيني. سينام يلا امشي، لازم تسمعيني. سينام لك عم قلك أنا خلاصك الوحيد. بسرعة 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 رفا، يلا استعجلوا استعجلوا، انتبهوا رفا يلا ساعدونا يلا استعجلوا بسرعة، فوتوا بسرعة يلا رفا تحملي يلا بسرعة يا شباب تحملي حبيبتي يلا بسرعة يلا فوتوها بسرعة يلا استعجلوا يلا. انتي اكيد اجيتي تسألي عن بنتك لانه عاشت فراق.
سمعتي بإذنك؟ شلون عرفت؟ إيه، ومين ما بيعرف بهالشي؟ كل الضيعة بيعرفوا إنه بنتي تركت خطيبة. بكفي يا خانم، لازم تصدقي كلامي، هي عم قلك. طيب طيب ماشي، عم صدقك. يلا خبرينا شو صار لبنتي؟ انتي هلأ مزعوجة وبنتك كمان. اخ حليمة، ليش جبتيني لهون؟ لك هس، في شخص بده يخطبها لبنتك. لا ما خطبها، تركها وراح. هداك الشخص ترك البنت وراح، حمل حاله ومشي. ايه اسماعيل، ما صار نصيب. اسمعي اختي شكران، معناتها شوفي لنا اذا في حدا بده اياها، جايه نصيبه. صحيح عنده ولدين، بس الرجال ضابط وبصحه وعافيه وقبضاي، وهو هادي كتير بقى. رجال مقدر. رح شوف. ايه اطلعي. رح تشوفي هلا عن قريب رح ياخدوا بنتك بفستان العرس من عندك، رح تكون مبسوطه كتير. إن شاء الله إن شاء الله. شكراً. شوفي لي هاد، اتفرجي وشوفي لي حظ بنتي. لحظة، يلا قولي شي، يلا خلصيني. لا تستعجلي. يلا خلاص فاروق، اهدى شوي بكفي. طيب كيف وضعها؟ طمنيني. نزفت دم كتير، وضع سيء، لازم ندبر له دم هلأ وبسرعة. بس زمر الدم إيجابي، يعني مو مثل دمي، ما فيني. وأنا كنت بدي أتبرع له بس دمي غير. يا الله، وضع صعب كتير، هلأ لازم ندبر له دم. لا تقلقي تيما، أنا دمي بناسبة، إيجابي. عن جد عمرة؟ وين سحب الدم؟ شكرا عمرة، من هون. تعال يلا بسرعة. إيه شكرا عمرة، نسيت خبر أمي. ألو أمي. يلا أيمن خلينا نروح. استني شوي نرجس، بس لحظة. انتو شو عم تساووا هون؟ تعالوا لعندي يلا لشوف. يلا تعالوا يلا يلا تعال. امشوا على البيت يلا. سكينة سكينة، لك المصاري. خدي. بالعادة أنا ما باخد مصاري من هالشغلات هاي، بس منشان يرتاح بالكون أنا ما بدي زعلكم. ايه كلك ذوق باين هالشي، بس لو ما حلفتي. امشوا قدام. يلا يا أولاد يلا يلا امشوا يلا أوام، خلصوني. السلام عليكم يا ابني الدكتور. وعليكم السلام عمي علوان. عود عود، مو لازم انت تكون بالمشفى هلا؟ مبين انك كبير غمي. اذا وقع عقل الانسان كبير غمي وما طلع منه الله يعينه، لانه راح يتم بالبير ويطلع هيك لفوق يستنى شي حدا يمر ويمدله ايده. شلون بده يمدله ايده؟ يا حرام، ما حدا بيعرف شي عن البير، حتى بالبير يلي وقعت فيه يلي بعقلك. طالما الوضع هيك، إذا بتقدر تطلع طلع لحالك. بعرف إنك بدك تطلع لحالك لأنك بتحاول تطلع. عمي علوان، إذا بدك تقلي شي ممكن تحكي بوضوح؟ إذا كان كل شي واضح، يا ترى رح يتم معنى للامتحان بالعالم؟ الإنسان بدون امتحان هالدنيا ما بيفهم الأمور الغامضة، بيتم عايش يدور عن المراهم المخفية ليتداوى، بيستعمل عقله وبيستعمل قلبه، والأهم راح يكون الصح، وبيقرر إنه يكون الصح ليصير الرجال الصح، وبيلاقي رجال صح وبيقول همه إله
لحتى يلاقي دواء والسلام. لا تنسى يا دكتور، تعرف النبي يوسف عليه السلام وقع بالبير، بس بعدها صار سلطان مصر. يعني أنا بالبير هلأ عمي؟ تعرف النهاية المرة، لا تبعد عن الحقيقة شو ما صار. أنت بتقدر تكذب على رفقاتك بشي موضوع؟ الفكرة أنه الكلام الصحيح بيكشف منيح الناس اللئيمة. ماشي دكتور، عن إذنك. لازم المجانين بهالحياة يتعاملوا مع المجانين. إذا كنت بدك كل شيء يتم منيح، لازم يكون كل شيء حواليك منيح كتير يا ابني. يلا خاطرك. يلا قولي على هالشغلة. هلك وقفي سكينة، استنيني. أنا شو كان بدي بهالشغلة هي؟ ليش اجيت لهون؟ كل كلامه فاضي. ليش عملت هيك؟ شو هالذنب يلي عملته؟ لك ولي شو؟ استني شوي. ولك أنا نسيت منديل تيمة عند شكران. لا ولي. إيه؟ أخ ولي اطلعي، مو هاي جورية؟ ليش عم تركض؟ بدي إلا كلمتين حاستهم رح يخنقوني. جورية وقفي حليمة. لك وقفي. لك جورية، جورية اسمعيني، يا بتخبريني عما كان بنتي يا أما رح أشتكي عليك للشرطة. ها عم تفهمي علي؟ كل شي صار بسببك أنتي. أنتي دمرتي الأولاد بسببك، ما ضل شي مشكلة إلا وصارت معهم. يا ويلي شو عم تخرفي؟ ليش أنا شو سويت؟ وهن راجعين على الضيعة صار معهم حادث سير، وبنتك بالمستشفى بين الحياة والموت، وأنتي شو قاعدة عم تحكي؟ حليمة شوفي بنتي رفا عملت حادث. يلا انتوا روحوا على البيت، نحن رايحين على المشفى. يلا لشوف بسرعه حبيباتي. يلا نخبر امجد. يلا امشي. استني لا تركدي، وقفي. خلص اذا بدك ارجع على شغلك لا تشغل بالك، ما رح يصير شيء. انا هلا رايحه على البيت دغري. ماشي. هديل استني شوي، في حدا عم يضايقك شي؟ لا ابدا. كيف مرتك؟ منفصلين، ما عم تسامحني، قالت بس اترك الضيعه بترجع لي. معناها انا لازم اترك الضيعه فورا. بس هدنك بلكي تعرضوا لك كمان، انا ما بدي يصير معك اي شي بسببي. دير بالك منيح. يعطيك العافية. بتشكرك عمران، ما رح انسالك هالمعروف. مو مهم، أنا عملت واجبي. كنا فهمانينك غلط عمران، عندك قلب صافي مثل الذهب، في شخص كتير طيب بقلبك. صراحة أنا ما كنت متوقع اسمع هالكلام منك. أنت عملت شي منيح وبتستاهل هالكلام. فاروق إمتى أجيتوا؟ خير شوفي؟ سوينا حادث بالبولمان ورفاه هلأ جوا. تيمة ليش ما خبرتيني لهلأ؟ أنا آسفة، كنت ملبكة كتير أوس. طيب كيف وضعها؟ نحن عملنا اللي علينا، الحمد لله صارت أحسن. لولا عمران أبصر شو كان صار له، بجوز كنا خسرناه. تبرع بدمه وأنقذ حياته.
شكرا لك عمران، ما رح انسى لك اياها. عن اذنكم رجاء عمتي جوريه لازم تضل لا تاكليها، استني هون. تعي ارتاحي ارتاحي. انا شو سمعت هلا؟ انا قلبي صافي مثل الذهب، ما عرفت كيف خليها تسامحني، بس طلعت شغلي سهله كثير. طيب وسينا؟ معقول يضل لاحق سينا؟ لا، هلا تغير كل شيء يا عمران. ليش ما تكون تيمة؟ عملت يلي لازم اعمله، طالما بدياك روح للي بده اياك. وينها بنتي؟ جوا. بنتي وين؟ وين رفاه؟ ابني فاروق كيف هلا؟ هي تحت المراقبة هلا. بترجاكم لا تقلقوا، ما في شيء، لازم ما نزعجها هلا. شلون صار هالشيء؟ بتشوفوها بعد شوي. خلص ما نعمل حادث. شلون وضعها؟ عملنا اللي علينا بابا، بس لسه حالتها خطيرة شوي، فقدت دم كتير. الحمد لله دم عمران ناسبها وعمران تبرع لها بدمه. برافو عليك عمران. الله يرضى عليك يا عمران. يلا إن شاء الله بتتحسن، لا تقلقوا. فيكم تستنوا برا، لما تفيق إحنا منخبركم. طولي بالك طولي بالك. يلا تفضل. شكرا لك. العفو. أوس خير؟ كأنه مبين مانك على بعضك. لا لا، آسف يا أوس، حطيتك بموقف بشع، صرت حملة كبيرة عليك، بس ما عندي حل تاني غيرها. أنت بتعرف هالشي. ما عندي حل غيرك، أنت بتعرف هالشي. كل هذا الشيء بسببي. هي كانت ما بدها تجي، بس أنا اللي أصريت وجبتها غصبا عنا. أصلا نحن غلطنا من الأول. أنا آسف. إذا صار شيء لرفاه أنا ما رح سامح حالي. خطأ خطأي يا ابني، أنا ظلمتكم على الفاضي. أنا حاولت انتقم من أيامي القديمة بإني ازعجكم، غلطت كتير. تعرف انعمى على قلبي لدرجة إني ما شفت حبكم البريء الصافي. أنا اللي لازم اعتذر، أنا سامحتك من زمان.
بس ما في غير طريقة حتى سامح حالي. بالأول نفرح بتيمة وأوس، وبعدين نفرح فيك وبرفاه إن شاء الله يا ابني، ووقتها رح سامح حالي على اللي عملته. أمجد نحن رايحين على البيت، إذا صار شيء خبرونا ماشي؟ الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. إن شاء الله بتتحسن، لا تزعلي هالقد. رفاه بنت قوية، رح تشوفي، رح تتجاوز الخطر. يلا سينا افتحي الموبايل بقى، لازم احكي معك. افتح الباب. دوبري قلبي، لا تزعلي بنتي. أمي أجونا الضيوف. مين؟ سيد عدنان وأمه. جاي. مساء الخير. مساء النور. يعطيكم العافية. خير ملاحات. يعني مو مبين من شكلنا. تفضل ابني تفضل، تعال. مرحبا. جينا طالبين الخير، ابني طالب بنتكن. ايه شو منضل واقفين؟ عم تتمسخروا علينا انتو؟ انت بتشوفي انه بنتي بتلبق للارمل اللي عنده ولدين؟ واصلا مين انتو لحتى تتجرأوا وتجوا تطلبوا بنت سالم بيك؟ شوفي عندكن ها؟ لك انتو مو شبعانين لقمة الخبز رح تموتوا من جوعكن. يلا من هون يلا، خذوا هالزبالة معكن. لا من هون. لا يا سالم بيك، عيب عليك، نحن جينا لخير البنت. ما بدي اي خير من عندكم. يلا يلا نقلعوا يلا، ما في عندنا بنات مشواس. يلا من يلا هون. يلا شو هالمسخره هي؟ والله ما كان ناقصنا غير انتو. ييه نحن الحق علينا، جينا لننقذ بنتكم، بس ما بتستاهلوا. اكيد البنت فيها شيء مشان هيك ما بدكم. خلوها عندكم لحتى تعفن. لولا خاطر حليمه عندي انا ما اجيت لهون بنوب. يلا ابني يلا. أه؟ يلا انزلوا انزلوا. أه؟ يلا يلا نروح من هون يلا. امشي. يلا يلا ناس قليلين ذوق. ما كان لازم تفوتوا لهون بنوب؟ ليش بتفوتون على بيتنا؟ وين عقلك يا غبي؟ مرت عمي. اخ يا عمران اخ، كل هالشي صار بسببي. انت شو دخلك؟ لأني ما قدرت اهتم ببناتي، كل شيء بسببي. واحدة رح ياخدها اللي اسمه فاروق، وهلأ هي بين الحياة والموت، والتانية رح ياخدها أوس. أخ يا عمران ما بعرف شو الله كاتب لنا. أنا شو عملت لحتى عم يصير معنا هيك يا ربي؟ أنت مالك علاقة بالقصة، وأنا بصراحة ماني حابب أنه أوس ياخد تيمة. مانك ملاحظة
تيما صار له زمان ما لبست الخاتم. لا يا. طيب ليش؟ حليمة تعي لهون. يلا جاي جاي. اختي حبيبتي، اختي الحلوة. خلص لحنا عملنا اللي علينا تيما، بس ادعي له. برأيي هذا أفضل شيء ممكن نساويه، ندعي له.